فرحانة بحظنا في من القاهرة إن احنا نكون مع حضراتكم في الكلمة وهي تبث على الهواء مباشرة. اسمحوا لي وانا عارفة وتعليقات حضراتكم دايما بتقول ان انتوا بتحبوا التلخيصات اللي احنا بنبذل فيها مجهود. خلونا مع بعض علشان ما يبقاش عندنا اي درجة من التشويش نقول. اول حاجة، في قرار واضح في الكلمة لتوصيف 4 سنين من عمر الشعب المصري. القرار الواضح بيقول ان المصريين ثاروا مرتين، مرة على الفساد وسلطة الفرد علشان نحسم الأمور، 2 على التمسك بهويتهم ورفض من يتاجرون للحكم باسم الدين. كده في حسم علشان ربنا يخفف علينا من كل اللي بيكتبوا واللي بيتكلموا في كل الحاجات. اتحسمت الحكاية، 4 سنين في نضال للشعب المصري، النضالين لهم عنوانين، رفض لسلطة الفرد والفساد، 2 رفض لمجموعات تتاجر باسم الدين لإقصاء الآخر. مسألة واضحة. بعد كده قال إدراك ما حدث في مصر أنا الأوان لحسمه، لم يعد هناك مجال إن احنا نسمع أي كلام علشان ما عندناش وقت للكلام ده. فاتكلم على يدرك الشعب وأدرك أنا، وأنا هنا أمثل هذا الشعب الذي أدرك لأنقل لكم هذا الإدراك. ده كلام بجد، ده كلام بجد، علشان كل الهرتلة اللي عشناها في اللي يقول إيه اللي حصل و30 إيه ومش إيه والكلام ده خلص. ده موضوع بيتقفل، واللي بيقفله هو من يمثل دولة مصر الجديدة، الرئيس. بعد كده بيتكلم على هوية الدولة لكل اللي كانوا قاعدين بيسألوا. قال دولة مدنية محددة، عشان الصفصطة بتاع الأحزاب الصغيرة الشبابية اللي بتردد كلمات في السياسة ومصطلحات لا يدركوها. دولة مدنية ديمقراطية. قال هويتنا الاقتصادية إن إحنا عندنا مشروع للتنمية مداه 2030، واضحة علشان العناوين بكرة لما تقروها تبقى المسألة مفهومة. قال إن الاقتصاد اللي هيعتمده لدولته، دولة مصر الجديدة، هو اقتصاد السوق الحر. قال إن هدية مصر للعالم، لأن فوائدها لن تكون للشعب المصري وحده، هي قناة السويس الجديدة. قال كمان كلام مهم جداً، والكلام ده لأوباما وللتحالف الدولي، ودي جملة خطيرة لازم نسمعها كويس بودان مطرطقة. قال علشان نقاوم الإرهاب اللي نبهنا ليه لازم نجفف مصادر التمويل مباشرة، نجفف مصادر التمويل. وقالها بذكائه المعهود وبإيماءات الوجه، يعني بابتسامة، معروف مين اللي معاه فلوس ومين اللي بيمول. ومباشرة إذا لم تجففوه فالإرهاب قائم، ولو انتوا متخيلين بما ان انتوا اللي بتصرفوا عليه فالارهاب براكم، لا ده هيدخل بيتكم، لان دي طبيعة الاشياء. ما نقدرش نتحرك في الكون خارج نسق الكون زي ما ربنا وصفه. بعد كده اتكلم على ان في محورين مهمين هم اللي بيحكموا هوية الدولة المصرية الجديدة. المحور الاول هو المواطنة وسيادة القانون، ودي معناها للمتحزلقين من المجموعات الصغيرة، هي دي الدولة المدنية، دولة لكل مواطنيها. 2 قال إن بالنسبة لنا المواجهة حاسمة مع الإرهاب، يعني ليست انتقائية فهي ليست داعش. 2 ليست بالضرورة في تحالف دولي، لأن الإرهاب هو الإرهاب، وتعرفنا للإرهاب قلناه وانتصرنا عليه عندما كانت دولتنا قوية ورفضته من التسعينيات ومن قبلها من العشرينيات، لأن مصر تعرضت لموجات من الإرهاب باسم الدين في كل حوادث الاغتيالات اللي عشناها. بعد كده بيتكلم على النقاط الملفات الساخنة اللي الغرب والتحالف الدولي وجون كيري وأوروبا وكل دول قاعدين مستنيين فيها موقف. قال لليبيا، ليبيا غير مسموح بأي حاجة فيها، ارحمونا وما تمولوش الجماعات الإرهابية بالسلاح. فهنا أشار وهم يعلمون، لأن المسألة ما بتجيش أكتر من كده. قال على سوريا إن سوريا هنحافظ عليها، لأن مهمتنا إن احنا نحقق مطالب شعبها،
وشعبها هو اللي قاعد على أرضها على فكرة، شعبها مش اللي عايش طول عمره بره من جيل وجيل وجيل، حتى أنه لا يتحدث اللهجة السورية ولا يرتدي الزي السوري، ده بيلبس زي الدول اللي ترعرع فيها وشرب قيمها. نطلع من سوريا وقلنا العراق وهو سلمها لظرفها لأن ده موقف أهلها، لازم هم اللي يحسموها. إذا قبلوا نتيجة أي مبررات تريح ضميرهم الوطني بفكرة التقسيم فده شأنهم، لازم هم اللي ياخدوا فيه موقف. اتكلم على فلسطين وقال دي قضية عربية ومصر مسؤولة الملف، علشان لما يجي لنا جون كيري ويقول إن في محور يعني تركي قطري هيشتغل، أنت قول بس الواقع بيقول دي بوابتي الشرقية ودي حدودي الشمالية الشرقية ومحدش هيشتغل الملفات دي غير دولة مصر الجديدة القوية، عشان الكلام يكون واضح. هو كده بيقفل الأبواب على فتح هذه الملفات في اليوم الثاني اللي هيلتقي فيه أوباما. طيب هل ينسى إفريقيا؟ ده ذكاء الإدارة الجديدة. إفريقيا أهم وجع فيها دلوقتي هو إيبولا، وإيبولا لما يقولها ويقولها بالحضور ده شيء مهم قوي، وهعمل لها حلقة مخصوص. ليه؟ لأن أمريكا بتبعت مجموعة من الجيش الأمريكي بحجة إيبولا. طب هي إيبولا محتاجة علماء ومراكز بحثية ولا محتاجة جيش وسلاح؟ ربما الأيام تكشف لنا زي ما عرفنا كده في وقت سابق مين اللي حضر الجمرة الخبيثة، نعرف كمان مين اللي اشتغل على تحضير فيروس إيبولا حتى لو مش عارف يصرفه. الحقيقة لازم نقول إنه اتكلم بشكل مباشر وفي توصية واضحة وصريحة إن المنظمة الدولية اللي مصر من الدول اللي ساهمت فيها ميزانها اختل، وإن هي بحاجة لدول ليست من الدول الرأسمالية الكبرى التي لا تبحث إلا عن مصالحها وتطوع المنظمة لإنفاذ إرادتها زي ما حصل في الحرب على العراق وفي غيره. فبيقول إن عضوية دولة زي مصر من دول العالم الثالث في مجلس الأمن في العامين 2016-2017 دي مسألة مهمة مش لصالح دولة مصر ولا المجموعة العربية ولا المجموعة الإفريقية، لصالح ضبط التوازن المطلوب داخل المنظمة الدولية. بيقول إن أي شيء في الكون محكوم بمرجعية، ولو حاولنا نكسر هذه الطبيعة الكونية اللي ربنا فطر الكون عليها لازم يختل. إيه هم المرجعية دي؟ الندية والمساواة. أنت عايز مني مصلحة، أنا عايز منك مصلحة، وبنتحاور حول تبادل المنفعة، تبادل المصالح. والحقيقة إن النهاية الجميلة اللي أنهى بيها الكلمة بالإضافة للابتسامة، كل ده هتعرفوا تفاصيله وأكتر الحقيقة في الطريقة اللي هيلتقي بيها أوباما. وتمنيت فعلا لو كانوا المصورين يعني بحس وذكاء مصورنا احنا كنا على طول جابوا الرياكشن، رد الفعل على وش أوباما اللي مفروض انه عايز يلتقي الرئيس المصري غدا. كده الملفات واضحة، فهيتساءل عن ايه؟ هيبقى مطلوب اجابات في ايه؟ طيب خلوني اقول لحضراتكم اللقاء كمان اللي عمله على السي بي اس، لقاء مهم قوي انا حابة اشوفه مع حضراتكم ونعمل عنه تعليق سريع. Will the Egyptian Air Force support airstrikes against ISIS in Iraq and Syria? Do you need the Egyptian Air Force in such an effort? Yes, because the president would like it to be not Americans alone against Muslims, no matter how barbaric. صحيح. True. صحيح. True. So will you support the president by Egyptian strikes? طب ادونا الطيارات بس اللي انتوا موقفينها، الاباتشي والاف 16. Give us the Apaches and F-16s that you have been suspending for over a year and a half now. And if you get them. احنا قلنا وبنأكد. We said it before and we reiterate the fact that we are, Egypt is in
a real and serious confrontation with terrorism. The idea is the coalition is formed and we are part of this coalition, and the symbolism is there with our public announcement that we are part of the coalition. أنا متأكدة أن نسب المشاهدة لهذا المقطع على اليوتيوب كانت نسب عالية جداً، وأكيد أنتوا فهمتوا إيه اللي اتقال. حتى لو صوت الترجمة الإنجليش بيطلع، المذيع كان فيه درجة عالية من الإلحاح. موقف مصر، الرئاسة الأمريكية تريد دعم مصر في الحرب على داعش، فيضحك. So, طيب فيضحك. هل ده بيديكوا شعور أن أنتوا قدام رئاسة تمارس درجة عالية من الوعي والذكاء أمام جماعة تريد فك الشفرة، فك الباسورد اللي قالت لنا عليها الدكتورة هدى زكريا؟ تفتكروا لأي مدى هينجحوا في فك شفرة هذا الرئيس؟ حتى لو استحضروا كيسنجر نفسه اللي فك شفرة السادات قبل كده واللي اتكلم عن شفرة مبارك، هل المسألة المرة دي واخدة هذا البعد؟ أنا فيما يخصني كمواطنة مصرية مش كمذيعة لبرنامج من القاهرة، أنا مبسوطة جداً بحاجتين. أولاً إن الرئيس يقول عندما يريد أن يقول، لا يقول عندما يسأل، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم كلنا نتدرب عليها. مش أول ما حد يسألنا سؤال يبقى مطلوب إن احنا نوفر له إجابة، ده مش مطلوب لأن ده مش امتحان. اتنين، إن هذا الحضور بالهدوء والثقة وملامح الوجه بيقول ان احنا قدام رئيس بيتمتع بدرجة ثبات انفعالي عالية جدا. خلونا نخرج لفاصل ونرجع نشوف هو ايه اللي يخلينا مشحونين وطنيا وعندنا هذا الثبات وهذا اليقين وهذه الثقة في قدرة شعبنا برغم كل اوضاعنا وكل ظروفنا الصعبة اللي بتخلينا نعرف نعدي. هل هي الدبلوماسية الناعمة؟ هل هي قوة الفن المصري لما بيجيب من جوه قلب مصر علشان يحطه يحقن بيه دمنا فيتجدد وعينا بمعنى الوطن وقيمة الأرض ونلمس كل شيء ونبقى قادرين ننسى وجعنا ونحطم كل القيود؟ بعد الفاصل.